المدير الفني المنتخب كل الجهاز كابتن امين كابتن اسامه الامير نرحب بيكم ونشكركم على حضوركم وتشريفنا للاحتفاليه البسيطه اللي احنا بنقيمها نادي المغرب العربي لتكريم اللاعب محمد صلاح اللي هو اعتذر في اخر وقت على الظروف ويشرفنا طبعا ابني محمد الدني اللي هو يستاهل كتير جدا والحقيقه انا شفتها هم بيحبوه وقد ايه هو منضبط وقد ايه هو شرف لينا وكان في عتاب برضه على الاعلام ان هو ما كانش واخد باله منه شويه بس محمد لعيب كبير قوي وباذن الله هنشوفه في انجلترا في اسبانيا باذن الله. الاحتفاليه دي بقى بنشوف قطاع الناشئين بتشكيل جديد وعوده نجوم المهاجرين العرب في الزمن الكبير اللي هم رجعوا في قطاع الناشئين. بنحيي ال 12 لعيب من المهاجرين العرب في المنتخبات المختلفه وفي عندنا ان شاء الله ذخيره من الناشئين باذن الله هيكونوا قريب من المنتخبات. يعني الحقيقه نتمنى ان شاء الله من قطاع الناشئين السنه الجايه مزيد من اللاعبين ونطلع قطاع السنه اللي فاتت ونشكر الكابتن حمدي روح على راس القطاع اللي فيه اكثر من لعيب غزه في المنتخب القومي. سعيد طبعا بانضمام محمد فاروق وعزه علي فتحي للمنتخب اتمنى ان شاء الله في القريب العاجل يكون عندنا محمد سالم ورزق وبقيه اللعيبه باذن الله في المنتخب يشرفونا باستمرار. هسيب الكلمه بقى للكابتن شوقي غريب اللي هو بيشرفنا وطبعا شوقي غريب اخويا مش عايز اقول اخويا الصغير عشان ما استمروش كتير بس عشت في المحله هم اباء هو المدير الفني المنتخب وانا بقيت رئيس نادي المقاولين فرحله طويله كلها بحب والاحترام بينا وبين بعض. برضه بسيب كلمه للكابتن علاء لبيب المقاولين العرب الحمد لله جهاز والكابتن عبد الستار صبري واسامه لبيب اللي هم بدايتهم الحمد لله قويه وقدموا مباراتين مبشرتين مستوى نتمنى ان هو التصاعد باذن الله. كابتن شوقي أنا سعيد جدا بالدعوة اللي أنا ليها الواد شريف عبد الرئيس نادي المقاولين وأخويا طبعا وصديقي عبد الرشيد. سعيد جدا بوجودي هنا في نادي المقاولين في الصرح الكبير ده في وسط العمالقة من المدربين اللي هم في الأول كانوا كباتن بتوعي وكانوا أصدقائي وكانوا إخواتي وعلى رأسهم كل المنظومة طبعا الكابتن الأول الكابتن محمد رمضان صديقي وزميلي في منتخب مصر والبطولات مع بعض كابتن حمدي نور طبعا قطاع الناشئين مرور كل المدربين واصدقائي واخواتي اللي موجودين كلهم اللي يعني احنا بنستفاد منهم طول عمر النادي المقاولين صرح كبير صرح رياضي كبير صرح رياضي كل الناس بتفتخر بيه طول عمره فاتح ملاعبه وفاتح بابه للمنتخبات طول عمره يعني طول عمر الناس يمكن المنظومه اللي كانت موجوده مع تولي الواد الشريف حبيبي رئاسه النادي حصل فيه تطور كتير في نادي المقاولين يمكن احنا كنا بنشوف نادي المقاولين في فتره بسيطه كان بينافس على النهارده نادي المقاولين بينافس على المراكز الاولى وبينافس على البطولات. تغير الفكر من تدعيم من نادي للعيبه تحترف خارج مصر والنادي ما بصش في الوقت ده اذا كان اللعيبه دي بالرغم من اهميه اللعيبه بالنسبه له ان اللعيبه الكبيره دي ممكن النادي يتاثر بيها فنيا الا الناس اللي موجوده والقائمين على هذا العمل انا بشكرهم جدا لانهم بدل محمد صلاح والنمري
طلعوا لنا عناصر كتيره، انديه بره برضه نفس الوضع بتحارب عشان تاخدها. واحنا كمدربين لما نشوف عدد اللعيبه اللي موجودين من نادي المقاولين سواء في المنتخب الاول او اللجنه المتصله او في المنتخب الاولمبي او في منتخب الشباب او في منتخب الناشئين، انا متهيألي الهيكل بتاع المنتخب او الهيكل بتاع المنتخبات دي كلها بيمثل اكثر من 70% من نادي المقاولين العرب من اللعيبه اللي موجوده، واللعيبه كلها صغيره والمستقبل اللي قدامها. يعني انا ببقى سعيد جدا جدا بتواجدي هنا، سعيد جدا جدا بتواجدي في هذا الصرح الكبير. المنظومه اللي قام بها المانش بيه وحبيب انه اللعيبه تطلع بره، هي دي المنظومه اللي احنا بنطالب بها من انديه كتيره، ان نضحي ببعض اللعيبه اللي عندها المميزين صغار السن انهم يطلعوا في نفس العمل. بعد كده بقت المنظومه دي هي اللي بتجيب دخل وبتجيب ايرادات. بعد كده بقت المنظومه دي لما تشوف الفرقه داخل الملعب في تطور كبير. طبعا الكابتن محمد رضوان راجل مدرب كبير ومدرب على خلق ومدرب يعني ادى البلد وادى مصر بطولات وانجازات كتير شارك فيها. كابتن حمدي بما له من اسم كبير كنا بنقعد كلنا نتفرج عليه، الكابتن بتاعنا نقعد نتعلم منه، نقعد نشوفه الجيل الذهبي اللي كان في المقاولين، كابتن سعد الشيشيني طبعا موجود، كل الكباتن اللي موجوده. يعني انا مش عايز انسى اي حد من الناس اللي موجوده، لكن في نفس الوقت انا بقدم شكر للمهندس شريف حبيب، بقدم شكر على المنظومه اللي موجوده دي، سعيد جدا بالمنظومه اللي موجوده والناس اللي موجوده. ويمكن انا كنت احد الناس في وقت من الاوقات، حتى لما محمد فضل بيقول لي انا رايح عند باشمهندس شريف وعايز العب وهلعب في نادي المقاولين، والله العظيم كنت سعيد جدا ان واحد من ولادي زي محمد فضل، ومن ايام محمد فضل من هو في نادي الصيد، من قبل ما اروح اي نادي هو في منتخب مصر هو لاعب في نادي الصيد. يعني نادي الصيد ما كانش فيه كوره خالص، يعني الكوره كان موجوده كان فضل وكان حازم امام، كانت مجموعه كده بعض العناصر كانت موجوده واللي اتنقلت من نادي الصيد لانديه كبيره. انا كنت سعيد جدا انه رايح حاجه زي كده، انا سعيد جدا بوجودي في وسطكم، بتمنى لكم التوفيق، بتمنى لكم كل حاجه. منتخب مصر عينه على اللعيبه وعينه على اللعيبه كلها، اللعيبه كلها اللي شفتوا المنتخب الحمد لله، احنا صادقين مع الناس كلها وصادقين مع كل حد احنا بنروح عشان نتفرج عليه، عشان في النهايه تقارير المدربين اللي بتختار كلهم بيرافقوا، وانا فرد معاهم مع الجهاز اللي بشكره اللي موجود معايا واللي بيمثلوا بتقال اثنين من المقاولين زي ما باشمهندس شريف قال لي، يعني موجود علاء وموجود عبد الستار، يعني نص الجهاز بالكامل من نادي المقاولين. انا من المحله، منتخب مصر مفتوح لكم كلكم، كل لعيبه هيأدي هياخد رزقه ونصيبه ولا تواجد في المنتخب، مش هنبخل حد خالص، ومنظومه انا بتشرف بيها وسعيد بوجودي في السكن. شكرا تاني للمهندس شريف حسن اللي بيزا طبعا نادي المقاولين ونادي المقاولين. شوف بقى محمد النمري بقى باذن الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر طبعا نادي المقاولين العرب على الاحتفال الجميل اللي هو عملوه ده، وعمل الكابتن محمد صلاح طبعا، بس محمد صلاح يعني ما شاء الله شريف اللي هو اعتذر في اخر لحظه، وكنت اتمنى ان هو يكون معايا النهارده. طبعا بشكر كابتن شوقي كريم والجهاز الفني كله، كل المدربين الموجوده وكل اللعيبه، بشكرهم ان هم يجوا طبعا يحضروا حفله تكريم نادي المقاولين العرب لاولاده محمد صلاح. انا طبعا فخور جدا ان انا ابن النادي المقاولين العرب طبعا، وافتخر قدام الناس كلها ان انا ابن النادي المقاولين العرب. وطبعا بشكر مهندس شريف طبعا على الحاجه الجميله اللي هو عملها دي ولفته كويسه للناس كلها، بيعرف النادي المقاولين العرب اللي هو الانديه الكبيره والانديه المحترمه اللي هي من القلائل الموجوده يعني اللي هي بتعمل الكلام ده. فده بيقول للناس اللعيبه الصغيره او اللعيبه اللي في سني، او انا صغير في السن اهو بس الحمد لله يعني، فبيقول اللعيبه الصغيره اللي هو اللي ربنا كلمه عمل حاجه للنادي او عمل حاجه للبلد، فاكيد في طبعا بيبقى في منه احتفال ليهم، وبيساعدهم ان هم يجتهدوا ان هم يعملوا حاجه لبلدهم وحاجه للنادي يعني، دي اول حاجه. وان شاء الله بتمنى النادي المقاولين العرب يبقى احسن واحسن ان شاء الله الفتره الجايه، وان شاء الله نشوف مربع الذهب في الدوري ان شاء الله. وبجد نفسي ان شاء الله مع منتخب مصر ان شاء الله يبقى في لعيبه كتير من النادي المقاولين العرب، عشان
المستوى الشخصي بحب النادي المقاولين العربي، حب شخصي والله العظيم بجد، بحبهم وبحب النادي ذات نفسه وبحب الكيان النادي المقاولين العربي. وان شاء الله يعني بتمنى ربنا يتم في منتخب مصر اهم حاجه ان احنا نوصل افريقيا ونوصل كاس العالم ان شاء الله، نفرح الشعب المصري كله بكده. طبعا كابتن شوقي غريب والجهاز الفني الموجود، ونتمنى ان شاء الله الشعب المصري كله يدعمنا يعني، ان احنا ربنا يكرمنا ونطلع تاني باسم مصر تاني في مكانته الطبيعيه يعني. وشكرا. ابن المقاولين العرب وابن المقاولين العرب، وانا بتمنى منه هو كلمه لاولاد المقاولين العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايز اتكلم في نقطه، ان لما تيجي نقيم نادي موجود في مصر بنقول ايه انجازات النادي ده. انا شايف ان بعد احتراف محمد صلاح والنني وتشريفه من الكره المصريه والكره العربيه، نادي المقاولين العربي كمل انجازه. من كل انجازات الكره المصريه حصلت في المقاولين العربي، كاس مصر خدوا المقاولين العربي، دوري عام خدوا المقاولين العربي، افريقيا خدوا المقاولين العربي، ابناء المقاولين العربي مثلوا مصر في المنتخبات وفي البطولات الرسميه، ابناء المقاولين العرب جربوا في منتخبات مصر. اكتملت المنظومه باحتراف محمد صلاح والنني، وانا اعرف كويس قوي ان مهند شريف كان ليه يد، لكن هو صاحب كان ليه يد كبيره في احتراف محمد صلاح والنني، واتعمل عقد على مستوى عالي مع مهند شريف، لان انا اعرف مهند شريف كويس يعني. فعاد مهند شريف اكتملت المنظومه وانجازات النادي من العرب. احنا النهارده احنا فخورين باسم النادي، لان كل حاجه عملناها في كرة القدم، خدنا بطولات ودربنا منتخبات وعملنا انجازات ولعبنا مع نادي محترف. نتمنى الفترة اللي جاية يعني أكبر عدد ممكن من لعيبة المقاولين العرب آخد بقى بعيد عن منتخب مصر. أنا باجي أتفرج على الماتشات كلها، لكن لما باجي أتفرج على المقاولين العرب يمكن ببقى يعني ها ميال شوية يعني. تمام؟ بتابع الأخبار وبتابع سير المباراة، وسعيد جدا إن أنتم متواجدين السنة دي المراكز المتقدمه من اول الدوري. طبعا الكابتن محمد رضوان عاملين موسم كويس قوي، في لعيبه كويسه قوي في المقاولين العرب، وفي كلام كتير على لعيبه من كليات تحترف بره. ده طبعا مش من فراغ، بيجي من سياسه تدريب من تحت القياده الفنيه، من تحت اداره رئيس النادي مختلف جدا في كره القدم، سياسه ناشئين الكابتن محمد نور، كل الكبير كابتن صالح الشيخ، كابتن محمد مصطفى، كابتن كل الجيل بصراحه.